احترقت آليات عسكرية تابعة للحوثيين وأصيب مسلحون بانفجار مخزن للسلاح بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر محلية أن الانفجار سبب ذعرا شديدا في أوساط السكان والأهالي بالمنطقة المحيطة لمكان مخزن السلاح. في سياق آخر، دانت وزارة الخارجية اليمنية استهداف الحوثيين موقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، والذي تعرض لثماني هجمات، خمس منها بطائرات من دون طيار، وثلاث هجمات بصواريخ باليستية.